في خدمة في أبشر كثير ما يعرفون عنها سعوديين وغير سعوديين، وهذه توظف لهم مجال عمل، مجال وظيفي. أبدخل على أبشر من جوجل وبشرح لكم الخطوات، خلوكم معي. أول شيء سجل دخول من أبشر، أفراد أعمال حكومة، أدخل أفراد، أدخل على خدماتي، ثم ننزل الخدمات العامة، ثم ننزل خدمة إيش كفو. طيب يقول لك فعل الخدمة، بفعل الخدمة، توصيل طلبات، توصيل أفراد، إيش موجود عندي أنا أقدر أفعلها وأستفيد منها. هذه ممكن يصير توصيل طلبات أو توصيل أفراد. أرغب بإضافتي، أحط التنبيهات، أحط التالي، طبعا أحط نوع السيارة اللي أنا أبغاها. السيارات اللي عندي باسمي لازم تكون السيارة باسمي. خلوني أقرأ لكم الخبر كامل وأهدافه. طبعا اللي غطى الخبر صحيفة عكاظ. كفو، تمكين الشركات من الاطلاع على معلومات الأفراد الراغبين في العمل. طبعا موجود هذا عند السعوديين وعند غير السعوديين، بمجرد ما تدخل في أبشر مثل ما شرحنا لكم. أقرأ لكم تفاصيل الخبر. أطلقت منصة أبشر للأفراد خدمة كفو الخاصة بتأكيد رغبة الأفراد للعمل في أنشطة توصيل الطلبات وتوصيل الأفراد وتمكين الخدمة للشركات من الوصول إلى معلومات الفرد المطلوبة، إذ ستعمل الخدمة على ترشيح الفرد للعمل لدى أي شركة وفقا للمواصفات والاشتراطات المطلوبة. وفي ناس حملوه في خلال كم جاك رسالة طلبات عمل؟ 24 ساعة. في خلال 24 ساعة يجيك طلبات من الرسائل اللي ترغب ومطلع على بياناتك. طبعا أختصر لكم الخبر، وستمرر الخدمة للأفراد باختيار رغبتهم للمشاركة في توصيل الطلبات أو الأفراد أو الاثنين معا، خدمة جميلة. وعند موافقة الفرد ستتم مشاركة معلوماته مع الجهات ذات الصلة، مع التأكيد على خصوصية معلومات الفرد وسريتها. طبيعي، هذا شيء طبيعي. وستشمل المعلومات الصورة الشخصية، طراز المركبة، سنة الصنع، رقم المركبة، التأمين، رخصة القيادة، الحالة الأمنية. بعض الناس اللي عنده مشاكل أمنية ما راح يقبل. الوضع الصحي، العنوان الوطني، الموقع الجغرافي، المدينة، صلاحيات استمارة المركبة، تاريخ الميلاد، الجنس، رقم الهوية، الاسم رباعيا. وستشمل الخدمة عددا من الشروط، أبرزها ضرورة تفعيل البريد الإلكتروني، لازم يكون بريدك اللي عليه أبشر وعليه جميع خدماتك مفعل. للأفراد الراغبين في الحصول على ذلك تلك الخدمة، مع إمكانيات تسجيل الأفراد في تلك الخدمة في خانة خدماتي، ثم اختيار الخدمات العامة والتسجيل في خدمة كفو مثل ما شرحنا لكم. ختاما، الله يعز السعودية ويبارك في جهود القائمين، المسؤولين القائمين اللي كل يوم يطلعون لنا بخدمة. نقارن أنفسنا بدول مجاورة لا تجدها، نقارن أنفسنا بدول عالمية لا تجدها. ختاما، إلى العالم الأول، يا السعودية العظمى، أطال الله في عمر قيادتنا وزادهم الله من الهمة ليحققوا آمال المجتمع والأمة. وعراب الرؤية حقيقة وفق بفريق عمل يوما بعد يوم في كل وزارة، يطلعوا لنا بخدمة، وخدمة نوعية تخدم السعودي وغير السعودي. انشروها لعل الله ينفع بها.